هذا العالم أصبح جميع الأشخاص يعيشون من أجل الرفاهية واستخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا، ويعلقون بشكل دائم على هواتفهم الذكية. ولكن على صعيد آخر، هناك مجموعات قليلة من الناس تعيش حياة تركز على الطبيعة تماما، وعلى الرغم من أنهم يتضاءلون إلا أن هذه الشعوب لا تزال تحتفظ بتقاليدها الغريبة. فتختلف الشعوب والحضارات حول العالم، وتتعدد التقاليد والعادات. ولكن هل فكرتم يوما بأن هناك شعوبا تسكن معنا على الكوكب ولكن لا تشبهنا تماما؟ وإليكم بعض من أغرب الشعوب على وجه الأرض. قبيلة باتاقيون في جزيرة بالاوان في الفلبين يعيش شعب باتاك، وهم أكثر البشر صلة بالأفارقة الأصليين، وهذا يعني أنهم من أحفاد واحدة من المجموعات الأولى التي غادرت إفريقيا قبل حوالي 70,000 عام. ويعتقد أنها سافرت من البر الرئيسي الأسيوي إلى الفلبين بعد حوالي 20,000 عام. كما أنهم شعب خجول ومسالم، ويفضلون الاختفاء عميقا في الغابة بدلا من التعامل مع الغرباء. تاكو أتول أحد شعوب بوليندية الفرنسية في جنوب المحيط الهادي. لديهم ثقافة مميزة خاصة بهم ومختلفة عن بقية شعب بوليندية. يعيش أبناء هذا الشعب في بيوت من القش، ولديهم أكثر من 1,000 أغنية والتي يكررونها من الذاكرة، ويبلغ عددهم 400 عضو، وكلهم يحكمهم رئيس واحد. قبيلة بيراها الأمازون. يسمى السكان بأسعد قبيلة، وهم موجودون في الأمازون. لغتهم مكونة من بضع كلمات، ولا يعرفون سوى رقمين بعض والعديد، ولا يعرفون التواريخ ولا التقويمات. يأكلون من مرة إلى مرتين في اليوم، وينامون من وقت لآخر حوالي 20 دقيقة. ليس لديهم مشاكل أو جرائم، وحياتهم بين الأشجار والحيوانات. مدينة التوائم. تقع هذه المدينة في البرازيل، وتشتهر بعدد كبير من التوائم. فيها حوالي 80 عائلة، وضعت 44 زوجا من التوائم، وجذبت هذه الظاهرة انتباه الصحفيين، فاهتمت السلطات بهم وأطلقت على المدينة اسم أرض التوائم. قبيلة فادوما شعب النعام. الناس في هذه القبيلة لديهم خلل وراثي في أقدامهم. يمتلكون كلهم 2 أو 3 أصابع فقط في الأقدام، ولذلك أطلق عليهم لقب قبيلة النعام. ويعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو حظر الزواج من خارج القبيلة. قبائل سنتينيلز في الهند. هم السكان الأصليون لجزيرة أندامان بالهند، وقد عاشوا من قبل على جزيرة نورث، واشتهروا بالعدوانية المفرطة لأي شخص يحاول التطفل عليهم. وقد حاولت بالفعل الحكومة الهندية التواصل معهم، ولكنهم فشلوا. وبعد أن حدثت حادثة تسونامي الشهيرة، حلقت إحدى الطائرات فوق المكان الذي يعيشون فيه، واطمأنوا أنهم قد نجوا من تلك الكارثة. وعلى الرغم من العزلة الشديدة التي يعيشون فيها وكثرة الأوبئة التي تصيبهم، إلا أنهم يرفضون تماما التواصل مع العالم الخارجي.